نزاع عشائري يحول حسينية المعامل إلى ساحة معركة، قتلى وجرحى بأسلحة متوسطة وقاذفات. تقرير أمريكي يحذر من عقوبات محتملة على العراق في حال شرائه طائرات الشبح الروسية. اعتداء جديد على طبيب في النجف، والأجهزة الأمنية تتوعد بملاحقة المعتدين. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على رأس هذه الساعة من يو تي في، أهلا بكم. وصلت أكثر من 70 عجلة عسكرية إلى منطقة حسينية المعامل على خلفية نزاع عشائري عنيف شهدته المنطقة الواقعة شرق العاصمة بغداد. مصادر أمنية أوضحت أن النزاع استخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة، وأقد أسفر عن قتيل وسبعة جرحى، فضلا عن تعرض بعض من المنازل إلى أضرار جراء الإطلاقات النارية الكثيفة في جوارها. اخوي ابو القاذفين، اخوي بعد واحد الرحمن الرحيم. توكلنا عليك يا الله. الله يا الله يا الله. اخوي ابو القاذفين، اخوي بعد واحد الرحمن الرحيم. توكلنا عليك يا الله. الله يا الله يا الله. هذا ونفت وزارة الداخلية ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه. مدير علاقات وأعلام الوزارة لواء سعد معن قال في بيان إن هناك أخبارا مغرضة نشرت عن استقالة وزير الداخلية، مبينا أنها غير صحيحة وما يزال الوزير على رأس عمله. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد مراسلنا أحمد السامرائي. أهلا بك أحمد. يعني أحمد، عن النزاع العشائري الذي حدث في حسينية المعامل، يعني حدثنا وضعنا في صورة ما يجري والإجراءات الأمنية التي اتخذت بهذا الجانب. أهلا فاطمة. يعني كما هو معلوم، النزاعات العشائرية بدأت تنتشر بصورة كبيرة في محافظات العراق الجنوبية والوسطى، وللأسف ما حدث يوم أمس في حسينية منطقة حسينية المعامل كان نزاع عشائري بين عشيرتين، قامت إحداهما بتنفيذ ما يعرف بالدقة العشائرية على أحد المنازل مما أسفر عن قتل المواطن، بالتالي عشيرة هذا المواطن قامت بالرد على هذا الهجوم من خلال هجوم آخر على عدد من المنازل أسفر عن حرق ثلاث منازل وإصابة خمس مواطنين. القوات الأمنية تواجدت في مكان هذا الحادث، وإلى الآن التحقيق جاري لمعرفة أسباب الخلاف العشائري، وكذلك فرق الدفاع المدني كانت متواجدة لإطفاء الحرائق. طبيعة المنطقة هي طبيعة مناطق زراعية، فبالتالي الحرائق انتشرت بصورة سريعة لكن تم إخمادها. يذكر أن القانون العراقي سمح لكل أسرة عراقية بأن تمتلك سلاح متوسط أو سلاح خفيف عفوا للدفاع عن النفس بعد أن يتم ترخيصه من الجهات المعنية، لكن العرف العشائري يعني ربما يتيح لأبناء العشيرة بامتلاك أسلحة متوسطة وخفيفة
بالتالي انتشار هذه الأسلحة هو يأتي ضمن يعني دعوات حصر السلاح بيد الدولة، تأتي وتستهدف هذه الظاهرة على اعتبار أنه السلاح المنفلت لدى العشائر ربما يزعزع من الوضع الأمني في المحافظات في العراق. نعم فاطمة. طيب يعني أحمد، هل تم اعتقال أحد من الجانبين من العشيرتين، يعني ممن حازت على أسلحة غير التي صرحت بها الحكومة العراقية؟ يعني غالبا ما تتعامل القوات العراقية والقوات الأمنية مع هذه الحوادث بفض النزاع وإجراء مصالحة بين العشائر، يعني بعدما يوقف عدد من أبناء العشائر بالتالي يفض النزاع والخلاف بين العشائر بتدخل القوات الأمنية بالتراضي، وربما يفرج عن المعتقلين بكفالة مادية في حال عدم وقوع جرحى وقتلى، ليس كذلك أحمد؟ يعني في هذه الحادثة هناك قتيل وسبعة جرحى. نعم هي ذاتها القوانين. نعم يعني هذه الحادثة التي حصلت يوم أمس يعني ربما استثنائية على اعتبار أنه هناك قتيل وحرق وأضرار مادية، بالتالي القوات الأمنية تجري التحقيق لمعرفة أسباب هذه الخلافات وهذه النزاعات، والموقوفون يعني على قيد التحقيق لحين إكمال الإجراءات والبت من السلطة القضائية بالقرار النهائي. نعم، مراسل بغداد أحمد السامرائي، شكرا جزيلا لك. قالت قيادة العمليات المشتركة إن الأنباء التي تحدثت عن مغادرة جنود سعوديين معسكر التاج شمالي بغداد عارية عن الصحة. المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أوضح في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن المعسكر كان يضم سابقا جزءا من قوات التحالف الدولي، لكنها سلمت مواقعها إلى القوات العراقية في احتفال رسمي كبير، مشيرا إلى أن القوات الموجودة في المعسكر حاليا هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها. رجحت مجلة فوربس الأمريكية أن يتعرض العراق لعقوبات من الولايات المتحدة في حال شرائه طائرات سيخوي 57 المقاتلة الروسية والمعروفة باسم الشبح. جاء ذلك بعد إبداء العراق رغبته بشراء هذه الطائرات على لسان المفتش العسكري لوزارة الدفاع العراقية عماد الزهيري خلال مشاركته في منتدى صناعة الدفاع العسكري 2020 في روسيا. وقالت المجلة الأمريكية في تقرير إن موسكو لم تنتج إلا نماذج أولية من هذه الطائرات، عادة أن اختيار العراق هذه الطائرات استثمار باهظ قد يكون غير مبرر. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية الخبير الأمني الدكتور حسين علاوي. أهلا بك دكتور حسين. يعني تقرير لمجلة فوربس، حياك الله، يقول أن سعي العراق لشراء هذه المقاتلة الروسية قد يكون خيار غير عملي، يعني كيف ترى نتائج شراء هذه المقاتلات على العراق إن كان اقتصاديا وحتى عسكريا؟ أكيد تبقى هذه أخبار، يعني حتى كان هنالك تصريح لمسؤول حكومي وحتى هنالك تصريح طبعا للسادة النواب في أعضاء مجلس الأمن والدفاع، يعني يحاولون أن يقوموا التسليح الروسي على التسليح الأمريكي، ولكن علينا أن نعلم حقيقة أن أولا هذا القرار هو يتخذه القائد العام للقوات المسلحة، وهنالك لجنة عليا يعني يترأسها وزير الدفاع والمجلس الأعلى للدفاع في وزارة الدفاع العراقية، وهو يقرر حقيقة يعني استخدام هذا السلاح أو ذلك السلاح. والقضية الثالثة أن الموارد المالية للدولة والتي يحاول الآن السيد الكاظمي استنهاض المؤسسات الحكومية وكذلك بالمقابل توفير الرواتب الخاصة بالحكومة العراقية والموظفين وكذلك بالمقابل متطلبات الحياة الاجتماعية إن كانت للرعاية الاجتماعية وكذلك المتقاعدين وتسديد الأموال الخاصة بعقود جائحة كورونا وكذلك الحصة التموينية، وبالتالي متطلبات الحياة تجعل أولوية
السلم والاستقرار، وكذلك بالمقابل القطاعات المدنية أولى من القطاع العسكري. والشيء الآخر أن طائرات F-16 التي لدينا الآن موجودة وطائرات الكورية التي الآن استطاع وزير الدفاع حقيقة أن يتقدم لتحريك المطار الخاص بها وهو في الكوت، وكذلك بالمقابل الطائرات وتشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وحتى طيران الجيش لدينا قدرة جوية عالية جدا ولا نحتاج أن نشتري هذه الطائرات، لأن أموالها يعني هذا تحديدا دكتور حسين، هذا تحديدا ما أردت الحديث عن بهذا الشأن، يعني بشأن وجود طائرات في العراق. يعني هل العراق برأيك في حال يعني تم إثبات صحة رغبة العراق بشراء هذه الطائرات، هل العراق حاليا بحاجة ماسة إلى هذه الطائرات أم إنها صفقة فاسدة كما ذكر التقرير؟ لا أكيد العراق دوما يريد الآن أن يتجه نحو التنمية أكثر من التسلح والعسكرة، وبالتالي الذهاب نحو هكذا عقود وخصوصا نحو روسيا، نعلم أن هنالك لدينا تحالفات وتعاقدات وأزمة مالية يعني ليس فقط على العراق وإنما في العالم، والداعم الكبير لدينا هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك العراق لن يقدم على هكذا اتجاه، وتبقى هذه التصريحات وأخبار تستمر حقيقة في التداول بها من أننا سنشتري صفقة أسلحة روسية. العراق لا توقع أنه سيتقدم، لكن قد يطور القوة الجوية العراقية خلال المرحلة المقبلة، ولكن بالتعاون مع دول التحالف الدولي باعتبار أن العراق جزء من منظومة التحالف الدولي، وتبقى العلاقات مع روسيا، لدينا أسلحة روسية الآن ما زالت مستخدمة في الجيش العراقي وكذلك في الطيران، تبقى إدامتها واستدامتها من خلال الشركات الروسية، تبقى علاقتنا مستقرة كذلك من خلال التحالف الرباعي وكذلك العلاقات الثنائية، لكن لا أتوقع أن العراق سيقدم خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة على شراء هكذا طائرات. نعم، يعني هذا ما قد يؤهل العراق أيضا لأن يكون يعني تحت عقوبات اقتصادية أمريكية، يعني بموجب القانون الفيدرالي كما تعلم لمكافحة خصوم أمريكا. هل تتوقع أن يذهب العراق في هذا الاتجاه في حال ثبت يعني صحة هذا الخبر؟ لا قطعا العراق لن يذهب بهذا الاتجاه، والعراق يدرك من خلال قدرة وزارة الخارجية العراقية ورؤية السيد رئيس الوزراء الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية، ولأول مرة نحصل بعد عام 2008 على دعم من الحزب الجمهوري والديمقراطي إلى خطوات السيد رئيس الوزراء وخطوات الدولة العراقية باتجاه استعادة الدولة، وبالتالي العراق لن يقدم نحو شراء صفقة قد تعيق مستقبل العراق وحركته المالية، خصوصا أن هنالك ترابط مالي ما بين وزارة الخزانة الأمريكية وكذلك النقد العراقي، سواء من حيث القرار السيادي الخاص بحماية الأموال العراقية أو كذلك من حيث الاستثمارات المالية العراقية في سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي العراق لن يقدم على هذه الخطوة لأنها مضرة في مصالحه وكذلك مضرة في الدعم المقبل للعراق من الضمانات الأمريكية التي تأتي للشركات الأمريكية أو كذلك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي بدأ يدعم العراق وقد محتمل يأخذ العراق قرض خلال المرحلة المقبلة، وهنالك مفاوضات تجري مع صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي حول حق السحب العام لدعم الموازنة العامة للدولة ودعم برامج المشاريع الاستثمارية الخاصة ببرنامج أو منهاج السيد الكاظمي لتحريك الاقتصاد المحلي وكذلك بالمقابل توفير فرص العمل للشباب. إذن في ظل هذه الخطوات يعني دكتور حسين، كيف ترى تطور العلاقات ما بين العراق والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة؟ يعني أكيد القرار الأخير الذي اتخذ في البنتاغون من تخفيض قد يجري خلال 60 أو 90 يوما المقبلة حقيقة بواقع 1700 مقاتل، هذا ما سيعطي تنفيذ للتعهدات الأمريكية التي وعدوا بها السيد رئيس الوزراء ودعم حكومة السيد الكاظمي وكذلك السيادة العراقية، وكذلك التزام من الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحرب قد انتهت وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تدريب ومساعدة وبناء قدرات للقوات المسلحة العراقية وخصوصا الجيش العراقي الذي هو بدأت قدراته القتالية عالية جدا، لكن يحتاج إلى الاستدامة وتطوير البرامج الجديدة لمكافحة التطرف وانتزاع الراديكالية في المناطق المحررة وكذلك حماية الحدود وكذلك بالمقابل إسناد القوات الأمنية المحلية ضد الجريمة المنظمة وكذلك ضد التحديات الكبرى التي قد تكون من قبل أجنحة مسلحة أو كذلك بالمقابل صراعات قبلية، مثل ما في الأمس رأينا أن هنالك صراع قبل
الداخلي في شمال بغداد كان فيه تحدي كبير واستخدام للأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهذا تحدي للأمن والاستقرار في العاصمة بغداد. الخبير الأمني دكتور حسين علاوي كنت ضيفنا في الثالثة، شكرا جزيلا لك. اتهم المرجع الديني في النجف الأشرف فاضل المالكي جهات سياسية متنفذة تدعي الولاء لأهل البيت عليهم السلام بالسيطرة على مقدرات العراق واستغلال داعش لصالحها من أجل التمسك بالسلطة وقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم. مرضوا أنتم أولادكم وقرايبكم تستمتعون بأحلى نعم الحياة وبأحلى مشاكنها وبأحلى مراكبها وبأحلى ملابسها، تستمتعون بأحلى البعثات وبأحلى الفرص الحياتية المختلفة، وخلي ولد الخايبة يأكلون تبن. إلى متى يستمر هذا الوضع؟ ونصيحة هيهات من الذلة. ما شاء الله ما شاء الله صار زحمة عليك، هيهات من الذلة. وأنت دليل لهؤلاء وأنت تابع لهؤلاء وأنت ذيل لهؤلاء. من الذي قتل المتظاهرين؟ من جاءوا من موزمبيق أو من جزر الواقوات؟ ألستم أنت؟ والعجب أن يدعي الولاء لعلي وهو يجزر شعبه جزر الأضاحي. هذا منصوب منصوب آخر يأتون بداعش، وتعالوا أنتم قتلوا داعش ما شاء الله، وهم بأموالكم وبجماجم أبنائكم يصعدون يملكون القرار التشريعي. وين الوعي؟ إلى ذلك قال رجل الدين والخطيب الحسيني جعفر الإبراهيمي: الأموال هي الدافع الأساس وراء اغتيال المتظاهرين والناشطين التي تشهدها البلاد، واصفا أولئك القتلة بأنهم أقذر من الحيوان. تعرف ثلاثة أربع هذا القتل اللي جاي يصير والاغتيالات بفلوس؟ اغتيالات قتل بشر، بشر تقتله انت ما تطلب اطلابه ولا تعرف. واحد ينقل لي يقول لي طلعت من بيتي لقيت لي واحد شوية قبله، قلت له وكش عندك هنا اليوم من الصبح بالسبعة طالع على باب الله الرجال يشتغل؟ قال لي والله أردك تل هذا وأشر على بيت. قلت له تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه، بس أنا قال لي واحد أطاني مسدس وخمسمائة ألف، قال لي الزم الباب الساعة بثمانية اللي يفتح الباب. قلت له ترى ما نقول لك خرافة، يعني واقع حالنا هذا، وجاي نقتل ونغتال. ايش كم ناشط من المتظاهرين القتل؟ مو ليش رجل يطالب بحق قطع حق، ليش القتل؟ ليش صفيه؟ وكانت الأمم المتحدة قالت إن المساءلة عن قمع المحتجين في العراق ما تزال بعيدة المنال. هذه خلاصة تقرير من 70 صفحة أعدته بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بعد استماعها لشهادات أكثر من 900 عراقي من ضحايا الاحتجاجات وأقاربهم. التقرير أفاد بأن قوات الأمن تعاملت بعنف مع المحتجين لقلة خبرتها في التعامل مع التجمعات، وبالتزامن مع تقييد حرية التعبير عبر الحجب المتكرر لخدمة الإنترنت ومداهمة مكاتب القنوات الإخبارية والاعتداء على الصحفيين. ورحبت يونامي بإجراءات حكومة مصطفى الكاظمي لإنصاف ضحايا الاحتجاجات وأسرهم، غير أنها دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر لتحقيق العدالة وحماية المتظاهرين. مساءلة قامع المحتجين في العراق بعيدة المنال هي خلاصة تقرير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامية. 900 شهادة للعراقيين من الضحايا، صحفيين وناشطين، مدنيين وسياسيين عاشوا احتجاجات تشرين الأخيرة. نطالع فيها أن العنف الذي مورس ضد المحتجين كان متعمداً لإخراس الأصوات السلمية. عنف فسرته المنظمة الأممية بقلة خبرة قوات الأمن وافتقادها لآليات التعامل مع التجمعات، فضلاً عن الفشل في التخطيط. لكن هذه المبررات لا تعفي القوات الأمنية ومن وصفهم التقرير بجهات مسلحة مجهولة الهوية من تهمة الاستهداف المتعمد للمحتجين عبر استخدام الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
الأمم المتحدة أظهرت أن العنف لم يقتصر على المحتجين فقط، بل طال عدداً من الصحفيين والناشطين عبر الحجب المتكرر لخدمة الإنترنت واقتحام مقرات القنوات الإخبارية، فضلاً عن الاعتداء على الصحفيين ومضايقتهم. وبينما قالت إنه في حال غياب المساءلة ستبقى هذه الجرائم مجرد إحصائيات وأرقام على ورق، رحبت المنظمة الأممية بما اعتبرته إجراءات اتخذتها الحكومة لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة وإنصاف الضحايا وأسرهم. في السياق، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي صحة تقرير يونامي بشأن الانتهاكات والاغتيالات بحق المتظاهرين والناشطين، محذرا في لقاء على UTV من فرض عقوبات دولية على العراق حال استمرار تلك الانتهاكات. تقرير اليونامي أنا باعتقادي ليس بشيء مفاجئ، باعتقاد الجميع وبالتأكيد الجميع، أكدت على كافة الكتل السياسية قبل أكثر من 6 أشهر وقلت لهم كلجنة حقوق إنسان أود أن أبلغكم بأن استمرار الفوضى واستمرار العصابات وقتل النشطاء وانتهاك حق الإنسان العراقي والتغييب الحاصل سوف تؤدي بالبلد إلى الهاوية، وعليكم أن تعلموا بأن هنالك جهات رصدية ترصد كل الانتهاكات التي تحصل في البلد. وللأسف تقرير اليونامي أصبح واضحا، وتقرير الهيومن رايتس والبلد إذا تم تمشيتها بهذه الطريقة فإن العراق سيكون مقبلا أمام عقوبات اقتصادية أو أمام عقوبات معنوية من قبل المجتمع الدولي. الصالحي كشف أيضا في لقاء خاص عن تعرض مواطن من كركوك لاعتقال وتعذيب من قبل السلطات في السليمانية ما تسبب بوفاته بعد الإفراج عنه، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادثة ومحاسبة المقصرين. كان هنالك مواطن اسمه أسامة حسن قد تم اعتقاله من قبل محكمة استئناف السليمانية قبل 2 أسبوع و أرسل إلى أحد الجهات الأمنية في محافظة السليمانية، وبعد تدخلنا وتدخل رئيس الجمهورية أطلق سراحه، ولكن كان في وضع لا يحسد عليه من جراء التعذيب الذي مورس ضده بشكل قاس، وللأسف قبل قليل توفي في أحد مستشفيات أربيل، والتحقيق ينبغي أن يكون على أعلى المستويات. وكيف تم إصدار مذكرة إلقاء القبض من محكمة استئناف السليمانية إلى محكمة استئناف كركوك وتدخل الأجهزة الأمنية في السليمانية لهذا الأمر حقيقة قضية تختص بها الرأي العام، والتعذيب الذي مورس عليه يثبت بأن العراق وحتى في الإقليم هنالك فوضى عارمة بحق حقوق الإنسان. بالمقابل، نفى الاتحاد الوطني الكردستاني الخبر الذي نقله رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي بشأن وفاة معتقل تركماني جراء التعذيب في السليمانية، وقال نواب الاتحاد عن كركوك في بيان إن المتوفى من عائلة كردية تركمانية أدخل إلى مستشفى انترناشنال في مدينة أربيل وخضع لبروتوكول علاج كورونا وتوفي فيما بعد بسبب الفيروس، مؤكدين أنهم سيحققون في قضيته لإعطاء كل ذي حق حقه. سجل العراق 3834 إصابة بكورونا في عموم العراق و77 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة وفي بيان أوردت تماثل 4146 شخصا للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين منه 169020 شخصا، أما مجموع الإصابات فقد بلغ 227446 حالة، فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 6891 شخصا منذ انتشار الوباء في البلاد.
حذرت وزارة الصحة مما أسمته بالهجمة الجديدة لوباء كورونا خلال فترة التقلبات الموسمية وقدوم فصلي الخريف والشتاء. مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي قال إن ارتفاع الإصابات خلال الفترة القليلة الماضية دليل على قوة الفيروس وسرعة انتشاره، مشيرا إلى أن هزيمته طبيا لا تتم إلا بوجود اللقاح أو الاستمرار إلى حين الوصول إلى المناعة الجماعية. اعتدى مجموعة من المواطنين مجددا على طبيب داخل عيادته في محافظة النجف بعد يوم واحد من الاعتداء على مدير مشفى الأمل في منطقة الحيدرية. وأظهر مقطع فيديو اعتداء مجموعة من المواطنين على طبيب داخل عيادته الخاصة الواقعة في شارع الإسكان، فيما توعدت القيادات الأمنية بملاحقة المعتدين على الأطباء في النجف بعد أن تكررت مشاهد الاعتداء في الفترة الأخيرة. في الموصل برزت عدة مجموعات شبابية تقدم مساعدات مختلفة للمصابين بوباء كورونا في محاولة منهم لتخفيف الضرر على العائلات. أبرزها مجموعة شبابية تميزت بتقديم أجهزة الإنعاش والأكسجين إلى المحجورين في المنازل مجانا. يعمل شباب في الموصل على تقديم أجهزة الإنعاش والأكسجين إلى مصابي كورونا المحجورين في منازلهم ليخففوا عنهم أعباء جشع التجار والوباء وروتين النظام الصحي والمشافي. عبد الله شاب موصلي قرر ومجموعة من أصدقائه مساعدة مصابي كورونا بطريقتهم، فأطلقوا مشروعا لتوفير أجهزة الإنعاش وقنان الأكسجين وإيصالها إلى المرضى المحجورين في بيوتهم لمساعدتهم في التغلب على الفيروس. هذا المشروع هو صدقة جارية في سبيل الله مجاني لتوزيع قنان الأكسجين وجهاز العطاء لمصابين في كورونا. تم هذا إنشاء هذا المشروع هو بدعم من الخيرين ليتم توزيعها على المصابين. عدد قنوات الأكسجين حاليا أكثر من 150 قنوات أكسجين تم توزيعها للمصابين في المنازل. وعلى غرار عبد الله، تطوع موظفون في قطاع الصحة لخدمة المصابين منذ أن ضرب الوباء المدينة، ففي هذا المشفى تجد شبابا لم يروا أهلهم أسابيع أو حتى شهورا، منشغلين برعاية المصابين بدافع إنساني يتجاوز روتين المؤسسة الصحية. بالنسبة للكادر الطبي والتمريضي، احنا نضحي بنفسنا لخدمة المرضى، كونه انه تعرف مرض كورونا مرض خطير، فيروس خطير يصيب اي واحد اي شخص ما يعرف لا كبير ولا صغير. احنا انصاب عندنا تقريبا اكثر من 7-8 ممرضين بردها. عجز المؤسسة الصحية عن استيعاب الاعداد المتزايدة للمصابين دفع الشباب هؤلاء الى سد فراغه بنشاطاتهم وتقديم مصلحة ابناء مدينتهم المنكوبة على مصالحهم الشخصية وحياتهم ايضا. التباعد الاجتماعي الذي فرضته جائحة كورونا تحول إلى تكافل اجتماعي في الموصل بعد أن وجد الكثير من المصابين عناية بين أيدي مئات الشباب المتطوعين. من الموصل، محمد سالم، UTV. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رضوان الكندي، مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف. أهلا بك دكتور رضوان. يعني الاعتداءات تطال الكادر الطبي بسبب جائحة كورونا وحتى قبلها، يعني لماذا لا نرى تركيز على هذه المشكلة دكتور رضوان؟ نعم، حياكم الله أختي الكريمة. صحيح، يعني هذه المشكلة والاعتداءات المتكررة التي تحصل على الكوادر الطبية والصحية وعموم مؤسسات الصحية منذ عشرات السنين، من كنت طالبا في كلية الطب ولحد هذه اللحظة هذه الأعمال للأسف وأستطيع أن أسميها أعمال إرهابية بحق، تطال الأطباء تطال الكوادر الصحية، استباحة المؤسسات الصحية. للأسف صراحة هناك يعني إجراءات تتخذ، هناك حتى يعني إقرار قانون حماية الأطباء منذ أكثر من سنة، ولكن تطبيق هذا القانون لم يجد تطبيقه بشكل صحيح. لا نعرف سبب عدم تطبيقه، وأعتقد هو يمكن أن يكون ضعف في الإجراءات وضعف المتابعة وضعف بإجراءات القوات الأمنية في المؤسسات الصحية.
يعني قبل يومين حدث الذي حدث في أحد مستشفياتنا المتخصصة في مواجهة جائحة كورونا في محافظة النجف الأشرف، وكان هناك يعني استباحة للمستشفى والاعتداء بالضرب المبرح على مدير المستشفى. صراحة يعني نحتاج في هذا الظرف وفي يعني أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى تعاون المجتمع، نحتاج إلى تعاون كل مؤسسات. هل أجريتم مخاطبات بهذا الشأن؟ هل تم التحقيق بهذا الموضوع؟ هل تم إلقاء القبض على المعتدين؟ نعم أختي الكريمة، طبعا هناك صراحة يعني تدخل وبشكل مباشر من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، تدخل شخصيا بمتابعة هذه القضية ومتابعة الاعتداء على مدير المستشفى، ومتابعة أيضا من قبل رئيس محكمة استئناف النجف والقضاة، كانت متابعة مباشرة وتم إلقاء القبض على 5 من المجرمين الذين قاموا بهذا الاعتداء وصدور أوامر قبض على بعض منهم. بصراحة كان موقف مشرف لمجلس القضاء الأعلى بشكل عام، هناك موقف لمعالي وزير الصحة، السيد المحافظ المحترم، قيادة الشرطة. صراحة أقول يعني هذه الأمور كلها لا تؤدي الغرض بشكل كامل، ولكن الحل الوحيد لهذه القضية هو تعاون المجتمع. يجب أن يكون العمل تكاملي بين المواطن وبين هذه المؤسسات. اليوم الجيش الأبيض، الأطباء، الكوادر الصحية تضحي بحياتها، تضحي بعوائلها. هناك من الأطباء لم يروا عوائلهم لمدة أشهر، يعني يقاتلون في سبيل مواجهة هذا الوباء. طيب دكتور رضوان، يعني العمل تحت ظروف جائحة كورونا يعني هو يعتبر تحدي كبير للكادر الطبي، هل هناك قوانين وأنظمة نافذة يعني تحمي الموظف في حال تعرضه إلى الخطر؟ نعم سيدتي، هو بصراحة احنا يعني هناك قانون حماية الأطباء، نعم، لكن لم يفعل بشكل صحيح حتى تتم حماية الأطباء. بصراحة نجد يعني هناك بعض الأجهزة الأمنية، بعض العناصر الأمنية، ولكن للأمانة أقول لا تكفي هذه العناصر الأمنية لحماية الطبيب وحماية الكوادر الصحية. قبل يومين عندما حصل الاعتداء على المؤسسة، على مستشفى الشهيد دكتور حسن الحاتمي، الشرطة أيضا تعرضوا للسب والشتم والضرب، أيضا لم يستطيعوا أن يواجهوا هؤلاء، يعني مجموعة ضالة، عصابة من عشرات مؤلفة قامت باستباحة المستشفى والاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية. طيب دكتور رضوان، في سؤال أخير، يعني قبل أيام كان لك كلمة على صفحة دائرة صحة النجف تحدث فيها عن إصابات طالت حتى الكادر الطبي بشكل كبير، كيف ستتعامل الدائرة مع هذه الأزمة؟ أحسنتي، يعني هو هذا دليل أكيد زيادة عدد الإصابات بين كوادرنا. اليوم النجف سجلت أكثر من 1300 إصابة بين الأطباء والكوادر بكل عناوينها الوظيفية. اليوم العراق يسجل عشرات الآلاف من الإصابات بين الكوادر الطبية والصحية. هذه التضحية وهذا الفداء من قبل هذه الكوادر هو لأجل من؟ لأجل الحفاظ على حياة وصحة المواطن العراقي. بالمقابل نحتاج إلى تعاون المواطن العراقي بهذا الخصوص. اليوم إحنا مثل ما قلت أنه هناك تضحية كبيرة من قبل الكوادر الطبية، من قبل الكوادر الصحية في سبيل الحفاظ على حياة المواطن العراقي. مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف دكتور رضوان الكندي، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك. في إقليم كردستان عادت الحياة من جديد إلى قلعتها التاريخية وشوارعها ومدنها المختلفة بعد إعادة فتح الطرق للمدينة، وسط تأكيد رسمي على عدم وجود أي خطط لعزل أربيل مرة أخرى. أربيل تنفست الصعداء، يبدو ذلك واضحا من خلال أبواب المتاجر والمرافق السياحية التي فتحت أبوابها أمام الوافدين بعد قرار سلطات المدينة مؤخرا بتخفيف قيود الدخول إلى المدينة.
قبل تخفيف القيود على دخول الوافدين كانت ساحة القلعة الأشهر في المدينة ولأشهر متتالية تخلو من المارة والسائحين، وإغلاقها من قبل السلطات كان مؤشرا على حجم الأزمة التي ضربت الإقليم جراء تفشي فيروس كورونا. والله كانت مكت الكورونا فما طقنا جينا، تعرف الطريق كلها مسدودة، منع تجول، نخاف على صحتنا، نخاف على عوائلنا. خوش اما فتح الطريق فاجينا الاربيل شوي نغير جو. اكيد انه العالم تواصل حتى تدري العطله مال كورونا اذت العالم كلها، فمن فتح الطريق يعني كنا احنا اول الناس توجهنا لكردستان. أملا بتعويض خسائرهم للشهور الماضية، يأمل أصحاب الفنادق والمصايف والمطاعم ووسائل الترفيه الأخرى أن تساهم عودة الحياة إلى طريق بغداد أربيل وكذلك السماء بينهما إلى انتعاش حركة السياحة وبالتالي انتعاش حركة السوق. بصورة عامة يعني من ينفتح الطريق الناس اللي بداخل المدينة منها ينفتح قلبه ويطلع برا يشوف السياح يشوف عمله. هسه يعني الحمد لله وشوكة انفتح الطريق من 1/9 يعني بعد كم يوم مصايف وهذا بصورة عامة، والجروب يجي يزورنا للأقليم لأن منصب جروب شغل يصير أحسن. أقدر أقول إحنا 6 شهور نعيش من جيوبنا، بس هسه الحمد لله والشكر الطريق انفتح، أقدر أقول الحمد لله على كل حال. غرفة عمليات أربيل كانت قد أصدرت قبل أيام جملة من التعليمات من أهمها السماح بالتنقل بين محافظة أربيل وسائر مدن البلاد بعد شهور من تعليق النقل والسياحة، مع تجديد توصياتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. أربيل والتي كانت تستقبل نحو 2 مليون سائح صفرت سجلات السياحة بعد إغلاق المدينة جراء تفشي فيروس كورونا، لكنها الآن بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا وتأمل بموسم واعد بعد فتح المنافذ البرية والجوية للمدينة. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. حذر المختص في شؤون النقل أحمد صدام من خسارة فادحة ينتظرها العراق حال إتمام الربط السككي مع الكويت، مؤكدا في لقاء مع يو تي في أن الهدر الاقتصادي سيتضمن موتا سريريا لميناء الفاو الكبير بحسب قوله. هناك نية من الحكومة العراقية بإعادة الربط السككي بين العراق والكويت، وهذه الحالة تبينت ملامحها منذ زيارة السيد رئيس الجمهورية في العام 2018. فإذا ما تحقق ذلك فهذا بالفعل أكيد سوف يقود إلى هدر اقتصادي كبير يتمثل في الموت السريري لميناء الفاو الكبير، وما يرجى من هذا الميناء من إقامة مشاريع في ظهير الميناء والمتمثلة في المناطق الصناعية ومناطق حرة، توفير فرص العمل، تقليل تكلفة النشاطات الإنتاجية. إذا ما تحقق هذا الربط فعلا أكيد هذا سوف يقود إلى خسارة اقتصادية كبيرة تتمثل في خسارة فرص استثمارية مستقبلية للاقتصاد العراقي ككل، لا سيما لاقتصاد مدينة البصرة. بعد إعادة طرح مشروع الربط السككي مع دول الجوار، حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من سلبية هذا المشروع، ولا سيما الضرر الاقتصادي على مشروع ميناء الفاو الكبير. برزت في الآونة الأخيرة محاولات لإحياء مشروع الربط السككي بين العراق ودول الجوار كإيران والكويت بهدف نقل البضائع عن طريق البر. المشروع حذر منه خبراء ومسؤولون لأنه يجعل من العراق دولة ترانزيت لمرور السلع بين آسيا وأوروبا، دولة لا تجني غير أموال العملة. استخدم العراق كمحطة ترانزيت إلى باقي دول العالم، فأعتقد أن هذا الأمر سيكون له مضار اقتصادي وليس منافع اقتصادية، لأن العراق سيكون هنا عبارة عن محطة لمرور البضائع من دول المجاورة ودول آسيا الأخرى إلى قارة أوروبا، فبالتالي أعتقد أنه ليس من الصحيح أن نكون العراق محطة لمرور البضائع، وإنما يجب أن يكون العراق محطة للتبادل التجاري وأن يكون ساحة للانطلاق من الأراضي العراقية والموانئ العراقية إلى باقي دول الجوار.
الربط السككي مع دول الجوار ضرره الاقتصادي الأكبر سيكون على الموانئ العراقية، وأولها مشروع ميناء الفاو الكبير، حيث تصبح بلا جدوى وتتحول إلى مرافئ محلية، مصير يحرم العراق من مورد مالي مهم. طبعا هو الربط السككي هو تحجيم وقتل لميناء الفاو الكبير. يفترض ميناء الفاو الكبير عندما صار التفكير بإنشائه اعتيادي دراسة الجدوى أخذت الجوانب المستقبلية، يعني أنا شلون أستفيد من عدة. البديل عن جعل العراق ترانزيت يكمن في احتكار الربط السككي بشبكة ترتبط بموانئه لإجبار دول المنطقة على جعل العراق ناقلاً لبضائعها عبر القطارات إلى تركيا عن طريق القناة الجافة في ميناء الفاو الكبير. تجري حالياً عملية دراسة تنفيذ 5 أرصفة، وما يزال يعني هذا الموضوع محط دراسة واهتمام من قبل الجهات المعنية في الشركة العامة لموانئ العراق. إمكانية تنفيذ هذه المرحلة الأولى من بناء 5 أرصفة خلال هذه السنة. ميناء الفاو الكبير من أبرز المشاريع الاستراتيجية هنا، فهو يربط الشرق بأوروبا عبر العراق مرورا بتركيا، لهذا من المتوقع أن يغير خارطة النقل البحرية في العالم. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. إنسانيا، أكدت وزيرة الهجرة والمهاجرين إيفان فائق مناقشة ملف نازحي محافظة ديالى لإيجاد حلول للمشاكل العشائرية التي تمنعهم من العودة إلى منازلهم. الوزيرة وخلال مؤتمر مع محافظ ديالى مثنى التميمي وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، أوضحت أن الملف يشمل قرى بني زي جنوبية ناحية كنعان والخيلاني في قضاء المقددية. حقيقة نحن كوزارة الهجرة والمهجرين جديين جدا بالتعامل بهذا الملف، وهي الجهة القطاعية والمسؤولة عن العودة الطوعية للنازحين إلى مناطق سكناهم وكيفية تذليل كثير من المعوقات التي تعيق من عودتهم. اليوم كان لنا لقاء مع عشيرتين موجودة في ناحية كنعان من أجل التوصل إلى محضر الصلح بينهم، من أجل عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية. حقيقة نحن كوزارة الهجرة والمهاجرين داعمين وبشكل كبير لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق، وكذلك جديين جدا من ناحية التعامل بشكل متساوي مع كل الفئات اللي موجودين في محافظة ديالى، لغرض منه هو الهدف الأساسي للوزارة هو العودة الطوعية إلى مناطق سكنها. التميمي قال إن ملف النازحين في ديالى شائك ومعقد، وإن هناك نازحين لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم بسبب النزاعات العشائرية، فضلا عن دمار بعض من مدنهم بالكامل جراء العمليات العسكرية. ملف النازحين من الملفات المهمة التي تولي الحكومة الاتحادية لها اهتمام، إضافة للاهتمام الخاص بنازحين الكرام. اليوم ملف النازحين في محافظة ديالى فيه تقدم، والتقدم حقيقة جيد. هناك نسبة بسيطة لم نستطع إعادتها إلى مناطقها بسبب الخلافات العشائرية، وبسبب قسم من مناطقنا لحد الآن مدمرة بالكامل من جراء العمليات العسكرية ومن جراء عمليات داعش. هناك تعقيدات في أجزاء من ملف عودة النازحين. اليوم السيدة الوزيرة صار لها اطلاع ومكلفة في موضوع نازحي جنوب ناحية بوهرز، صار لديها اطلاع كامل في هذا الملف. احنا حقيقة نثمن دور الوزارة وهذا الاهتمام من يوم تسلم السيدة الوزيرة مهام هذه الوزارة، وكذلك اهتمام السيد رئيس الوزراء بهذا الملف، وخصوصا بملف نازحي محافظة ديالى. النشرة مستمرة وفيها. شقلاوة واين، نبيذ تنتجه سيدة عراقية منذ عشرات السنين.
أهلا بكم من جديد. تجاوزت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في العالم 24 مليونا ونصف المليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 832 ألف شخص منذ انتشار الوباء. وبحسب إحصائية لرويترز، فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة نحو 6 ملايين إصابة بالفيروس ووفاة 180,859 شخصا، تليها البرازيل والهند ثم روسيا. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تنقلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايكل بنس ضمن الحملة الانتخابية رفعت الإصابات بفيروس كورونا. الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها أنه على مدار الشهرين الماضيين تعرض عشرات من موظفي الهيئة الأمنية المتخصصة الذين رافقوا بنس في رحلاته إما للإصابة بالمرض أو للحجر الصحي. وتقول الدائرة الأمنية أن زيادة الإصابات سببها إجراء مزيد من الفحوصات، إلى أن متخصصين يعزون ذلك إلى مواصلة ترامب تنظيم أحداث جماعية بمشاركته. نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا للمرشد علي خامنئي وهو يقيم مجلس عزاء عاشوراء لوحده في حسينية الإمام الخميني في طهران خوفا من انتقال عدوى كورونا إليه. التجربة تحصل لأول مرة في حياة المرشد الذي تجاوز 70، فعادة ما يحضر الآلاف من كبار القادة المدنيين والعسكريين إلى هذا المكان ويشاركون في الطقوس الدينية، لكن حسينية الإمام الخميني هذا العام بقيت فارغة إلا من المرشد خامنئي وخطيب حسيني واحد ومرشد واحد للمراثي. الأمر أثار شهية المدونين، حيث عدها البعض لقطة رمزية لبقائه وحيدا بعد مقتل العقل المدبر لإمبراطوريته الجنرال قاسم سليماني، فيما استغرب آخرون دعوة خامنئي إلى الشعب لإقامة شعائر الإمام الحسين ونصب مجالس العزاء دون اكتراث لصحتهم ولتوصيات المنظمات الصحية، بينما يحافظ هو على حياته بهذا الشكل المكلف، حيث يشغل حسينية عملاقة لوحده ويضع له خطيبا ومنشدا للمراثي خاصة به. في شقلة وشمال شرق أربيل تحافظ سيدة عراقية على تقاليد صناعة النبيذ بعدما ورثتها عن أجدادها. لنشاهد معا قصة هذه السيدة. هذه العراقية السبعينية تجمع العنب منذ 50 عاما. فخرية إيليا حنا ورثت مزرعتين للعنب عن أجدادها في شقلاوة. تقطف 5 أطنان كل سنة، تجمعها وتعصرها لتحولها إلى نبيذ تعتقه في دينان. أعمل في هذه المهنة ل50 عاماً مذ كنت في العشرينيات من عمري، والآن بلغت 70. لا تستطيع نساء هذه الأيام إنجاز هذا العمل، ولكنني أنجزه من أجل الرزق. ماذا نستطيع أن نفعل؟ ليس لدينا رواتب. فخرية تعتز بصناعتها الفريدة، لذا تريد أن تبيع العنب على طريقتها شراباً لا فاكهة. نمتلك مزرعة العنب منذ 60 عاماً، لذا لا نبيع العنب لأي أحد، بل نستخدمه في صناعة النبيذ. تفشي وباء كورونا لم يعطل مصنع فخرية للنبيذ، لكنه قلل الزبائن. لولا كورونا لأتى الناس من دهوك لشراء النبيذ. كان لدينا 10 زبائن يومياً، لكنهم يخشون المجيء بسبب الفيروس. نبيذ فخرية تعبئه في زجاجات فاخرة تحمل علامة شقلاوة واين، ليبيعه ابنها في متجره ب15,000 دينار للزجاجة الواحدة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.